من ورش وهي الآن أستاذة بمعهد الفنون الجميلة شريفة. الشمال ديما جميل بالرحابه ديال الصدر ديالو، ايضا بالقاعات المسرحيه اللي كنجيو نعرضوا فيها، ودائما في اطار المهرجان الوطني للمسرح. ودابا كنعيشوا الدوره 22، وخصوصا انها دوره كتجي من بعد ما توقفات، ونكمل بعد هذه الهضره هذه على المسرح وعلى المسرحيه. يعني كاين جمهور زوين، وبالنسبه للمنصب الجديد مديره ديال المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، كنظن بانه جاء بعد مسار ديال طالبه بهذاك المعهد، ومن بعد تخرجت ومشيت اشتغلت في مجموعه ديال المجالات اللي هي مرتبطه بالفن وبالمسرح وبالسينما والتلفزيون، وكملت القرايه ديالي ايضا، ومازال كنكمل القرايه ديالي بكليه الاداب والعلوم الانسانيه هنا في مارتيل في جامعه عبد الملك السعدي، وانا استاذه بالمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، ويعني دابا وليت مديره. فيعني هو مسار طالبة أستاذة ثم مديرة، نتمنى إن شاء الله أنني نكون إضافة جميلة للمعهد من بعد اللي سبقوني، والله يحفظك. شكرا، الله يعطيك الخير.